qofka muslimka ah istaag ma ku kaadin kara jawaabtu waa aduusan ka baqaynin in kaadida duulduulkeedu soo gaaro haduu ka baqayo inay kaadidu ku soo finfiniinto dharkiisa ama jirkiisa waa laazim markaa inuu fadhiisto hadii kale uusan arrintan ka baqaynin taagnida in lagu kaajaayo way banaanta maxaa daliilu ah xadiidka nabigeena sallallahu alayhi wasallam حديث حذيفة في صحيح البخاري ومسلم حذيفة وحو ليهي وحان اس اركي بوده اون جوغي اني نبي ودا صونا صلى الله عليه وسلم مركز النبي فاتى سباطة قوم وحو نبي صلى الله عليه وسلم صومري ضد قشن قبكوت حافظ ميل دكن ميل قشن كوكوبان وحو يلي فقام كما يقوم احدكم مركز النبي غو استاغي بودي سيده ايدينكم مركات كاجيسان ادو استاغتان ايو النبي غو استاغي بودي فبالا مركزو كاجي وحوي حذيفه مركزان كدركاي نبيغي او تاغن او كاجي مركا اركاي بان دركاي بودي مركان كدركاي ايو النبي صلى الله عليه وسلم فاشار الي وايت المامي كالي بود الى ما هدلي كره روح مركو حاجه كودن هذا لو ما قال سوما تل اشار وايت المامي بود سو درك بودي مركاسان سو دركاي فجئته فقمت عند عقيبه حتى فرغ وان سو دركاي النبي عربتيسان سو استاغي بود غداشيس ايان سو استاغ الى او كاديدي دمهست النبي صلى الله عليه وسلم كذب نبيان وكانوا هو يسقاطي برسول كل صلى الله عليه وسلم حذيفة رضي الله تعالى عنه وارضاه حديث حذيفة وتلمام إياه إنه نبي قال صلى الله عليه وسلم يسبه تاغن وكاتشي فل كان نبي قوس سمية فعل كائن وتاغن وكاتشي وحكتو صيابه يلقى فائدة السنة يا إني بنانته لكن سيدا وأبضنا وحيا هيد إنه فرق كوكاتشي عربته واختيقا إستقا waxay u badnaayeen dhaqankooda inay ragu taagni ku kaajaan dumar kuna la fariistaan saasi u badnaay hadithkan xudayfa soo hada kama muuqato kama yaqumu ahadukum saad idinku baa u istaagtan soomaadhe hadith kale oo waxa xojinaya macnaha isaga laga warinayo nin la yiraahdo abdurrahman ibn hasana oo isagana sahih nasaay ibn maji geer kood baa soo saaray waxa sahihinaya al-mumtaraqutni ibn hajar sheikh al-bani geer kood baa sahihinaya